مرحبا، كيف حالك يا معاذ؟ ارحبي مليون هموسة. كيف حالك يا حبيب اختي؟ همس لا هاجر، هاجر كيف حالك؟ ارحبي مليون يا هاجر، مرحبا الف، الله يسلم. شخبارك؟ شلون؟ من انا من بيصيد الصوت. ان شاء الله بخير. الله يسلم شعبيش، كيف امورك؟ كيفكم جميع؟ كيف محمد؟ كيف اهلي جميع؟ الحمد لله كلنا بخير الحمد لله. انت اخبارك؟ شلون صحتك؟ زود بالعافيه، نحمد الله والله اني بخير وبصحه وسلامه مع اخواني، وان شاء الله ما عاد الا 6 ايام ونجيكم على خير باذن الله. ان شاء الله، والف الف مبروك تاهلت للنهائي. الله يبارك فيك ويخليك. والله يوفقك يا رب. اللهم امين. وترجع لنا وانت ماخذ مركز، واصلا وصولك للنهائي بحد ذاته يعتبر مركز. اللهم امين، الله يطعني عن وجهك ولا يحرمني منك. الله يوفقك يا اجر، والله اسعدتيني باتصالك، اشهد الله. هذه امي الثانيه اختي الكبيره. انعم واكرم، انعم واكرم. هلا بيا اجر. عندي تعليق برساله حبيت اوجهها. سمي اخت هاجر، سمي. بخصوص الوقت. نعم. تقريبا مسابقتي 5422 سهم. صحيح. اطالب صراحه من افرقه الدعم ككل اللي ما تفاعلوا يعني مع متسابقهم، انه على الاقل يتفاعلون. ما بقى له تقريبا 5 ايام. صحيح. وخلاص تصير النسخه هذه يعني ذكريات. سلام. غير كذا الاجر اللي راح يكون لهم. فاتمنى كل واحد يعني يحط اللي يقدر. ما بدا على رمضان الا 10 ايام تقريبا. جددوا نواياكم، ابداوا صفحات جديده. صراحه يخوني التعبير، ما اعرف اقول صراحه، لكن اتمنى منهم يتفاعلون. اللي ما تفاعل يتفاعل، واللي تفاعل يزيد بالتفاعل، وان شاء الله اجرها عند رب العالمين. الله يبيض وجهك اخت هاجر، وحقيقه هذا الهم اللي احنا نحتاجه من جميع فرقه الدعم. كون حقيقه هي طبعا مشرف الدعم، ولا هي طبعا الاخت هاجر هي مشرف الدعم معاذ، وحقيقه انه كونها تحمل هذا الهم ترى هذا هو المطلوب من كل افرقه الدعم بلا استثناء، وما هم مقصرين ان شاء الله. وكذلك مشرف الدعم عامر بن منير، وكذلك وليد البحيح، هم سووا سبيس، المفترض اني اكون معهم، لكن والله اللي كنت على سفر خارج فما كنت اقدر اني اكون متواجد، فانا اعتذر منهم واشكرهم على السبيس اللي صلحوه. حقيقه مطلوب منا حقيقه هالايام بشكل يومي نحدد وقت، يعني خلينا نقول فرقه الدعم. خلونا نبدا مثلا فريق دعم معاذ، الاخت هاجر تبدا فيه، ونكون ان شاء الله احنا متواجدين جميعا، اللي عنده استطاعه ان يكون متواجد من بقيه الافرقه. يا مرحبا وند، الله يحييك، حياك الله، شلونك؟ طيب، الله يرضى عنك. هاجر. اي نعم. ايوه. سلمي لي على همس كثير السلام، وقولي له اني ان شاء الله جايه وجايب لها الدنيا وما فيها وهدايا العالم كله، الله لا يحرمني منها. كفو كفو. والنقاط النقاط النقاط يا هاجر. استاذة هاجر، بس للتأكيد روابط، هذا كلام لفريق الدعم معاذ اللي انت قائمه عليه، بقيه الافرقه، انه مطلوب من كل فريق انه ينشر رابط متسابقه، بحيث انه يعني خلونا نقول ان الاسهم متبقيه جدا بسيطه. بتعاوننا بتكاتفنا اليومي خلال 5 ايام المتبقيه، انا على يقين باذن الله انه نقدر نقفل المتبقي. ولو قفلنا يا اخواني اليوم 1000 وبكره 1000 وبعد ترى قفلنا الوقف كامل، وباذن الله نوصل الى هذه النتيجه. فشدي حالك يا اختي هاجر، والبقيه ان شاء الله. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا ابو غدا ومحمد، يجزاكم خير جميعا. ما وياك وباذن الله راح نسد الهمه وما ينتهي البرنامج الا خلاص الوقت يكون كامل تماما باذن الله. يا رب ما قصرت يا اختي هاجر، الله يبيض وجهك. حياك الله. شكرا لك. يا مرحبا يا مرحبا. نرجع لك يا معاذ، هذا الحين تطلع لك ادعيه واجد. والله ما بدعاء واحد. انا اسعدني الاتصال، اشهد الله، وان تلخبطت المشاعر والكلمات كلها. طبعا هذه اختي الكبيره هاجر. نعم واكرم، الله يخليها لك. واحد الداعمين لي بعد الله سبحانه وتعالى. سامحني، احد الاخوات كيف اتصل؟ في كاشه تطلع الان فيها رقم الاتصال، تواصلوا عليه. طلعونا رقم الاتصال يا شباب، افتحوا الاتصالات، اسلم. قال سالم، احد لدي انا دائما
اللهم احفظني من فوقي وعن يميني وعن شمالي وعوض بظلمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي ومالي وديني وعافيتي وأخواتي معمالي. يا سلام. دائما أقول هذا الدعاء في وقت ما أني أطلع أو بعد كل صلاة. جميل. والله أشوف أن الدنيا تتيسر لي، حتى لو فيه شيء يعني لو فيه شيء بيضرني أحس بعد الله سبحانه وتعالى أن بفضل هذا الدعاء ينزاحني. أحسنت أحسنت. طبعا يا أخواني أنا وصلني تحديث أعلى ثلاثة في رابط الوقف، لكن بخليه في النهاية. ووصلني مجموعة تبرعات، قبل ما أجيك في أصل أخذ بعض التبرعات وبجيك نشوف الدعاء اللي دائما تكرره، وكذلك حبيبنا خالد اللي